تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطه. مش هشتغل في المكرونه، انا قلت لحضراتكم سلطه الطماطم بالزيتون الاخضر، مقاديرها على الشاشه، والبلانشه بتاعت نظيفه والسكينه بتاعت نظيفه وزي الفل. مقادير طماطم، مقادير سلطه الطماطم بالزيتون الاخضر، زيتون اخضر مخلي من النوى، طماطم طازه زي الفل اللي هي القوطه، اخوانا في اسكندريه قوطه يا حمرا يا حلوه، ومعانا شويه شبت وبصله وتومه وزيت زيتون وعصير ليمون وزيتون اخضر، ده هو البطل بتاعي. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا من هواة عمل السلطات والمقبلات في البيت عشان ما اجيبش طرش وما اجيبش مخلل، مش عارفين زين بقى ايه ملح زياده والحاجات اللي هي ايه تعمل لنا مشاكل صحيه. اول حاجه بقطع الطماطم بالشكل ده كده اهو، شفت التقطيعه دي كده حلو، الطريقه دي كويسه بتحافظ على السائل بتاعها، وشفت الطريقه اللي انا بقطع بيها الطماطم، مفيش ميه على البلانشه، ممسكش بقى الطماطميه من عند الجلده بتاعتها اهو. طيب وسهله خالص، وايدك كده زي الفل اهو، مفيش عصبيه على السكينه ولا اي حاجه، هي السكينه ماشيه فيها زي الحلاوه. شفتي تقطيعه تاني حلو تاني قطعي بقى الكميه اللي انت عايزاها. والطماطم دي على فكره بالتتبيله اللي انا هتبلها دلوقتي، كل ما تقعد في الثلاجه والله العظيم كل ما تحلو. هنحط معلقه خل على حلو قوي. جالنا سؤال على السوشيال ميديا دلوقتي، قال لك ايه فايده الليمون لما نحطه على الزبادي؟ الزبادي من الحمضيات المتخمره، لما بنيجي نعمل زبادي لازم يكون عندنا الخميره بتاعت الزبادي. لما بنحطه في عجائن معجنات زي البيتزا زي الفطاير، دوره ان هو بيخلي العجينه طريه، ده بالنسبه لفايده الزبادي. طب انا بحط عليه ليمون وعسل ليه؟ وجود الليمون مع العسل فيتامين سي الاثنين مع بعض كده، انا استفدت من القيمه الغذائيه اللي موجوده في الزبادي من البكتيريا بتاعته، البكتيريا النافعه طبعا، واستفدت كمان من الفيتامين سي بوجود العسل معاه كحمضيات، فانا كده باخدت مكون غذائي مهم جدا استفيد بيه. هي دي فايده الليمون على العسل علميا وطهويا. ادي الطماطم بتاعتي بالشكل ده كده اهو. اخوانا لازم في ثقافه علميه دلوقتي مختلفه. كنا زمان ناكل والاكل حلو وتسلم ايدك يا ماما ونبوس ايديها ورجليها وزي الفل، اكل ومرمي ويبان عليك يا حبيبي، ومن اكل وبان عليه اسم الله عليه والحاجات الحلوه دي، صح؟ دلوقتي في ناكل الطماطم ليه؟ ناكل السبانخ ليه؟ الحديد موجود في ايه؟ فيتامين سي موجود في ايه؟ فيتامين د نستفيد بيه ازاي؟ وسبحان الله فيتامين د مش موجود غير في الشمس، عشان كده نروح الغردقه وشرم الشيخ نلاقي السواح والاجانب نايمين بيستفيدوا بالايه؟ مش بالاكل، هو مش جايين عشان خاطر الاكل، هو جايين طبعا لجمال مصر وحضاره مصر، ولكن الشمس بتاعتنا وارضنا الطيبه حاجه ممتعه في شرم الشيخ والغردقه. الشمس فيتامين د اللي هي بتلعب دور كبير جدا في تكوين العظام وتكوين مفاصل الجسم. عندك الاقصر واسوان طبعا مصدر غني جدا للشمس، مين تاني انا ناسي؟ حلو الواحات، ايه ده ايه الحلاوه دي؟ الواحات بقى ناكل بلح، حلو الكلام كل ارض مصر الطيبه مش محتاج احنا فين عشان نتكلم على مصر؟ مصر اللي سبقونا واللي راحوا اتكلموا عنها وسبقنا كتير، فاحنا عايشين في حضارتهم. خلينا ناخد بعضينا كده ونطلع فاصل صغير، والفاصل ده لازم نعرف احنا مستنين ايه عشان نعرف ايه الخبره الطهويه. لما تقف في المطبخ تبقى انت بتستفيدي بكل الوقت بتاعك، مش واقفه بس وخلاص، لازم صحتك مهمه عندنا ست الكل ونحافظ عليك عشان ربنا يديك الصحه يا امي. وقفت في المطبخ قطعت الطماطم، مش هقعد جنب الفرخه بقى كده ومستنيه لما تستوي. شيف المغازي قال استني الفراخ، لا اعملي اي حاجه، طب ما عندكيش سلطه الطماطم، اعملي اي حاجه في المطبخ، المهم ما توقفيش جنب الحاجه لغايه لما تستوي ارجوكي عشان نحافظ على صحتك. التتبيله بتاعت الطماطم زيتون اخضر في قلب الكبه، حلو الكلام، ده زيتون اخضر خالي من النوى، خلي بالك اوعى تحطي نوايا هنا هتبوظ لك كل اللي بتعمليه ده كده. هو ده سؤال حلو قوي يا استاذه رحاب، بتقول لي ما نغطيش المكرونه علشان تشرب الميه، ولا هي في سر في الموضوع؟ النشويات زي المكرونه زي الاسباجيتي يفضل عدم تغطيتها علشان ما تتكسرش، عشان ما نعملش عمليه انعكاس للبخار اللي طالع يوم ياثر على المكرونه، وفي نفس الوقت تشرب ميتها، هو ده المعلومة. طيب أنا دلوقتي حطيت زيتون أخضر، حلو. هنحط شوية كمون على الزيتون الأخضر. شوية بابريكا. حلو الكلام، أنا بحب سلطة الطماطم بالكمون.
شويه فلفل كده، دي التتبيله، احط شويه كزبره خضراء، بعمل خلطه انا للطماطم دي تلعب دور الترشي او المخلل على السفره. حلو الكلام، عود شبت حلو كده، ما تكتريش من الشبت الحرامي ده بيسرق الطعم، خلي بالك. فص الثوم المحترم في السلطه، كتري الثوم يا شيف، ريحه بقي بيبقى فيها ثوم، اجي ابوس البيبي بتاعي الواد العسوله والاموره بنتي بيبقى ريحه بقي ثوم، ما بيعرفوش الكلام ده اعمل ايه. حط ورق نعناع اخضر في قلب الكبه، لو استخدمت ثوم ني طازه عشان يشيل الريحه بتاعه الثوم من بقنا. حلو، والنعناع اهو في الاشاره بتلاقيه. لا ما ينفعش القرنفل يا استاذه، القرنفل ينفع في الشاي بس. حلو الكلام، حطينا الايه النعناع الطازه. اجامل يعني واقول ينفع؟ ما انا لو قلت ينفع هتلاقي واحد جايب لك شويه قرنفل في قلب البتاع كده، ما ناكلش طماطم ناكل كبسه، ما ينفعش. نحط البصلية ناعمه، كل دول مع بعض، وناخد القرن الفلفل الحلو ده كده يشيل منه النوى البذر بتاعه. ما هي السلطه دي مزاج، خلي بالك لازم تكوني رايقه وفايقه كده وانت بتعمليها. مش ينفعش ان انا اخش اعمل طبق سلطه كده اهو، لان لو سبت البذر ده هيعمل لنا مشاكل برضه. ساعات بيبقى واحد عنده فراغ في سنانه زي انا مثلا، بعد باكل ده بسلك سناني كده بتسبكس وخيط وحاجات زي كده، في كتير كده يعني، تلاقي مثلا البذر الصغير ده داخل في حته من السنان. بص يقل المزاج، واكله اكله حلوه بقى ومبسوطه، طول الناس تتكلم والناس تقول تسلم ايدك يا حبيبي، وانت ماسك ايدك في سنانك قاعد تسلك وتشوف ايه المشاكل. ده بيحصل بجد ولا لا؟ فاحنا نشيل الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل، بذر الطماطم، بذر الفلفل، الحاجات دي كلها. عشان لو اكل بسيطه، انما لو حاجه من دي بتبقى صعبه شويه ان احنا نتخلص منها. كل ده مع بعض يا عم الشيف، هنحط زيت الزيتون بتاعنا وعصير الليمون علشان كله يتخلط ببعضه. يبقى انا عملت خلطه لطيفه وحلوه، فيها زيت زيتون وفيها زيتون اخضر وفيها ثوم وفيها بصل وفيها قرن فلفل حامي شويه وفيها شويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا، وادي عصير الليمون بكثره عشان الطماطم دي تقعد معايا وقت كبير في التلاجة، وكل ما تقعد كل ما تحلو، عاملة زي الجبنة القديمة مش قوي يعني. نحط معلقة خل، يبقى احنا دخلنا في مرحلة التخليل، الخل ده يحفظها خلي بالك، عشان كل ما تقعد في التلاجة كل ما تاكل منها هتلاقي لونها اتغير، ما تخافيش هي طعمها زي الفل. هناخد ده كله مع بعضه اهو، يلا توكلنا على الله. بس خلاص ينزل هنا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي. خلطه لطيفه سميها الخلطه المغازيه برضه، ونقلبها نحطها في الثلاجه بقى ساعه زمن فيها كل حاجه. تعالى تعملي السلطه دي كده لاولادك بجد، اللي مش بيحب السلطه هيحبها دي، عايزه تاكلي منها حطها في الثلاجه. اسمع كلام، فيها التوم، فيها الفلفل، فيها عصير الليمون، فيها زيت الزيتون، فيها الخل اللي هيخللها، حطها في برطمان، حطها في حاجه كده، بس اقفليها لان احنا في موسم البطيخ، وهتلاقي في بطيخه في الثلاجه دلوقتي نص باقي عندنا، حته باقيه عندنا، كنت مقطعه صحن بطيخ امبارح الولاد اكلوا منه باقي شويه، وهتلاقيه مكشوف في الثلاجه، مش نسيت تغطيه. تعملي ايه؟ تغطي السلطه دي يا ست الكل علشان مفيش انعكاسه من ريحه الثوم او التوابل تخش جوه الفريون بتاع الثلاجه، تلاقيكي بتاكل البطيخ بطعم السلطه. ازاي؟ انا قلت لك وخلاص. تعالوا مع بعض نغرف سلطه الطماطم. حلو الكلام، في التفاحه دي. دي جاهزه. انا عايز اعمل دلوقتي الصلصه، بس الصلصه هعملها قبل التقديم مباشره، والمكرونه جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى مع شوية مشاوي، طبق كشري اسكندراني، تحية كبيرة للاسكندرانية، الكشري اللي هو الأصفر الحلو، الكشري بتاعنا. الطماطم دي رايحة في أي سكة، في كل حاجة. كشري عادي، صينية بطاطس بالفراخ، شوية كفتة، زي ما أنت طالما السلطة دي موجودة بتغنيك إنك تشتري طرش. مش بقول الطرش وحش، الناس اللي بتحب الطرش على عيني وعلى راسي. خلي دايماً
مصادرك اللي هي تفتح للشهية من بين ايديكي، بلاش تشتري حاجات من بره. المصادر اللي هي بتفتح الشهية على السفرة بتاعتنا اللي فيها لخبطة وفيها تفاصيل مش عارفينها ايه هي، خليكي تعمليها انت. كلامي واضح وتحت منه سطور من هنا للصين. الخل بقى نوعيته، الزيت نوعيته، الخضار اتغسل ولا ما اتغسلش، التتبيله اللي متبلين بيها ظروفها ايه، كله على ايدك يا تاجر. حلو الكلام. السلطه زي الفل معانا، هي محتاجه للامانه بس حاجه واحده كده، عود نعناع حلو كده ينورها. ربنا ينور حياتنا كلها. بسم الله. نرجع للمكرونه.